خلص الدوري، لا مش خلص، توقف الدوري مؤقتا عشان خاطر معسكر منتخبنا الوطني. نطمن على معسكر منتخبنا الوطني ان شاء الله مع الكابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اخيرك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ تمام الحمد لله. الامور هادئه؟ اهم حاجه الحمد لله نطمن على الامور كلها تبقى هادئه. اهم لا الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب دايما. طيب طمنا على معسكر وبرنامج معسكر منتخبنا الوطني باذن الله. ان شاء الله نجمع يوم 7 بالمحترفين المحليين اللي عندنا، ويوم 14 نجمع المحترفين من الخارج، ومباراه بلجيكا يوم 18 ان شاء الله. يوم 18 مباراه بلجيكا، هل هيبقى في مباريات وديه قبلها؟ لا حتى الان ما فيش. حتى الان ما فيش. هل في مفاوضات مع، سمعنا انه في مفاوضات مع المنتخب الكويتي والامارات ان احنا نواجههم؟ لا، كان في مفاوضات مع الكويت والاردن وما تمش الاتفاق عليهم. لكن مواجهه المنتخب البلجيكي دي اكيد ما فيهاش خلاف. طيب ان شاء الله المحترفين قلت لي هينضموا امتى؟ ان شاء الله يوم 14 في الاجنده. يوم 14 ومحمد صلاح. الاجنده تبقى 14 بس احنا نبدا بدري بالمحترفين اللي في الداخل. ده كل زي المعسكر اللي فات، يعني معسكر على دفعتين، معسكر اول ومعسكر ثاني. طيب هل كل المحترفين هيبقوا يوم 14 ولا في ممكن لعيبه تيجي بعد يوم 14؟ لا لا كله 14 ان شاء الله. كل يوم 14. طيب كمان السؤال اللي جاي لحضرتك عن فيتوريا وانطباعه عن الدوري المصري حتى الان، كاس السوبر المصري، انطباعه ايه عن اللي بيحصل؟ لا هو شايف ان في منافسه طبعا، وفي فرق قويه، في حوالي 10 فرق في الدوري قويه جدا. في مباراه كانت قويه جدا بتتلعب، من المباراه زي سيراميكا والبنك اللي احنا شفناها دي، كانت مباراه قويه جدا. فبالتالي اللي هو شايف ان اللعيبه كلها بتلعب، واللعيبه اللي كان مختارها في المعسكر الاخير كلها رجال في الملعب. فلا هو شايف الانطباع ان هو كويس يعني. عظيم جدا. طيب بمناسبه مباراه السوبر، هل في عقوبات منتظره على اي من الفريقين، الاهلي او الزمالك، او لعيب الاهلي او الزمالك من المنتظر انها تصدر قريبا؟ لا التقرير اللي جاي لي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشكله. يعني ما فيش اي عقوبه؟ الحكم طبعا ما كتبش حاجه خالص، الحكم. والمراقب اشاد بالكابتن سيد والكابتن شيكابالا في النفسات اللي احنا شفناها كلها. عظيم. فما فيش امور يعني تستدعي، بعض المناوشات الخفيفه ما تستدعيش اي حاجه. يعني الواقعه بتاعت شيكابالا وعلي معلول وحسين شحات دي بالنسبه، يعني هو شافها ان هي كانت مناوشه بسيطه، مناوشه تحصل في الملعب عادي. بتاعت كوره، والحكم كانت قدام الحكم، والحكم ما خدش اي اجراء. وبالتالي الحكم ما يقدرش يبقى حاجه اثناء المباراه، يكفي فيها تقريبا بعد المباراه. اذا كان لازم لو في حاجه شافها فيها تجاوز لازم ياخد اجراء، سواء انذار، طرد. الواقعه كانت قدام عينه، فما دام الامور ما خدش اجراء يبقى اكيد ما فيش مشكله يعني. عظيم جدا. طيب المنتخب الاولمبي الحمد لله يعني تخطينا منتخب اسواتيني، وكنت بتكلم من كام يوم ان المنتخب الاولمبي تحديدا محتاج معسكرات كتير عشان معظم اللاعبين اللي عنده ما بيلعبوش مع فرقهم بشكل اساسي. هل في برامج للمنتخب الاولمبي الفتره القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله طبعا المنتخب الاولمبي محتاج شغل جامد جدا، لان يمكن المنتخبات السابقه برضه الناس، يمكن المنتخب الاولمبي السابق هو اللي في الوقت الناس كلها لسه فاكراه طبعا. الناس بس الناس نسيت ان المنتخب الاولمبي اللي فات البطوله اتاجلت سنه. فلما لعبوا البطوله كان عندهم 24 سنه، اللعيبه اللي موجوده حاليا عندها 21 سنه. فبالتالي الخبرات اقل. يمكن المجموعه اللي فاتت كان فيها ناس كتير بتلعب في الدوري الممتاز بقى لهم مده، وفي بيتحسب لهم ان هم نجوم كانوا في الانديه بتاعتهم. الامر مختلف مع المنتخب دوت، منتخب عايز شغل كبير جدا. ويمكن خروج تونس والجزائر برضو بيدي انطباع، لان الدولتين من الدول الكبيره جدا عشان يخرجوا من الادوار ديت. فاكيد المنافسه هتبقى صعبه جدا. صحيح. في الادوار اللي جايه. صحيح. ويمكن برضو الناس برضو لازم نفكرها على ان المنتخب دوت كانوا مع الكابتن ربيع وما لعبوش البطوله اللي فاتت. في المرحلة بتاعتهم. وكان حصل موضوع كورونا ومش تناقش البطولة. يعني بيمر بظروف، الجيل ده بيمر بظروف صعبة جدا. انما الناس كلها بتحاول، كابتن بركات بيحاول بيجمعهم على طول، على اتصال بيهم مع الجهاز ومع اللعيبة، وبيرفعوا من روحهم المعنوية. والكابتن بركات طبعا بعد المباراة اللي فاتت تم التنسيق مع مستر مكالي انه يعمل مباراتين في الفترة بتاعت الاجندة،
هو عايز مباراة قوية، فبالتالي إن شاء الله يبقى ممكن يبقى في مباراتين مع المغرب إن شاء الله. عظيم جدا. هل فعلا ما قيل إن إحنا بنفكر في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 ده مظبوط ولا مش مظبوط يا كابتن عامر؟ ده بيبقى قرار دولة. فالقرار دوت بيبقى طبعا اللي بياخده وزير الشباب والرياضة مع كل الجهات المعنية. فلازم طبعا بتم دراستها قبلها. وهل في اتفاق على دولة معينة هتاخدها؟ عشان انت ما ينفعش كمصر انك انت تخش في منافسه والموضوع منتهي، فانت عارف حضرتك بتبقى صح في امور. بس هل اتحاد الكره اصلا عرض على وزاره الشباب والرياضه ولا ما عرضش؟ طبعا لازم هيتباع طبعا. الدكتور اشرف متابع اول باول كل الامور يعني. فاكيد طيب لو في فرصه طبعا اكيد هيتقدم الملف بتاعه، واحنا جاهزين طبعا. احنا اكتر دوله واخده البطولات، نظمت بطولات. ويمكن احنا نظمنا طول اخر بطوله دي 6 شهور كانت في مصر. ايوه. والبطوله الوحيده اللي اتعملت في الصيف. في بطولات امم افريقيا. فاحنا جاهزين يعني، البنيه الاساسيه اللي عندنا اللي موجوده الحقيقه كبيره جدا. وحتى المنتخب ده 2003 التصفيات النهائيه بتاعت افريقيا اللي موصله لكاس العالم في شهر فبراير هتبقى في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. اسالك على مارك كلاتنبرج، الاجازه اللي هو واخدها، الاجازه دي ممتده من امتى لامتى؟ لا والله اكيد هو بيقعد مع استاذ جمال علام رئيس الاتحاد، هو اللي بينسق معاه في كل الامور شؤون التحكيم. ما حدش فينا بيخش خالص موضوع الحكام دوت. وبالتالي هو رئيس الاتحاد هو اللي بينظم معاه. وهل في اتفاق طبعا قبل ما يجي على الكلام دوت ولا لا؟ هل هو كاس العالم ده بيبقى فيه عقود قبلها من مده، والراجل بقى له كام شهر بس، فممكن يكون الارتباط دوت هو مرتبط بيه من قبل ما يجي. والامور طبعا حضرتك عارف دلوقتي يعني غير زمان، موضوع الاجتماعات على زمان والحاجات دي كلها خلاص دلوقتي بتتعمل بطرق مختلفه. فاكيد لو في حاجه مؤثره اكيد رئيس الاتحاد طبعا هيبقى اكيد مكلمه في الموضوع ده. طيب هل في حد هيبقى ينوب كلاتنبرج وفي غياب كلاتنبرج، ولا كلاتنبرج هو اللي هيدير هذه اللجنه من مكانه اللي هو هيبقى واخد فيه الاجازه؟ لا اكيد مكانه ومعاه اداره طبعا على طول على اتصال بيه. يعني كل حاجه خاصه بالدوري الممتاز هو المسؤول عنها. ومعاه اداره هو مشكلها، تعيينات والامور دي كلها زي ما هي ماشيه دلوقتي يعني. طيب مباريات دور الثمانيه بقى في كاس مصر القديم هتتلعب امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله هو كان طبعا احنا محددين دور الثمانيه يوم 11 و12 12 ديسمبر، لان اليومين دول كان في اجازه في كاس العالم. وبعدين لما حصل التوقف الحالي احنا كنا المفروض نوقف من يوم 9. وبعدين لما حصل التوقف من يوم 3 بالتالي لو غيرت اي ميعاد في الجدول الدوري احنا منزلين 29 جوله لغايه شهر 5. فبالتالي هتعمل مشكله في كل الجولات اللي بعد كده، لازم ترحل كل الجولات اللي بعد كده فهتبوظ الجدول كله. صحيح. فانا اخدت ميعاد الكاس اللي هو 11 و12 حطيت فيه الجوله الرابعه المباراه اللي ما اتلعبتش في الجوله الرابعه. وعندنا 3 مباريات لان بيراميدز وفيوتشر كان عندهم مباراتين متاجلين غير بيت الانديه لمشاركتهم في الكونفدراليه، فهيلعبوا يوم 23 المباراتين بتوعهم دي متحددين من الاول. وهيتحط عليهم مباراه فاركو والاسماعيلي، هيبقى 3 مباريات يوم 23. وان شاء الله دور الثمانيه هيتلعب يوم 26 و27 11. بعد كده الدوري بقى يكمل عادي من يوم 30 طبقا للجدول اللي هو معلن. طيب لغايه شهر 5. انا هسال كابتن عامر حسين خبرنا الاول فيما يخص جداول المباريات والمسابقات، مش بس عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. حضرتك متفائل ان احنا نخلص الدوري السنه دي في ميعاده ولا انت قلقان شويه؟ لا، يمكن التوقف المفاجئ اللي حصل المره دي قدرنا نتصرف فيه. وقدرت لقيت حلول. انما اي توقف بعد كده هيبقى صعب. يعني اي حاجه هتحصل بعد كده. انا يعني دايما بخلي في الجدول صور الحاله طريقه واحده. انما اكتر من حاله تبقى الامور صعبه. انما لغايه دلوقتي احنا نخلص الميعاد اللي احنا محددينه. ويمكن احنا الموسم اللي فات برضه عشان الناس ما تبقاش ناسيه، انا يوم القرعه الموسم اللي فات قلت هنخلص 30/8 وخلصنا 30/8 صحيح طبقا للاتفاق اللي تم. وكنا المفروض هنخلص الكاس كمان ال3 جولات اللي هم كانوا فاضلين. انما لما رجع الكاس اللي قبل كده طبقا للعقد الشركه الرائعه مع الاتحاد وكان في التزامات ماديه، فاضطريت ان انا العب ال3 جولات
فالثلاث جولات بتوع الكاس اللي قبل كده اخدوا مكان الثلاث جولات اللي احنا بنلعبهم دلوقتي. اه مفهوم. طيب يعني كلام حضرتك دلوقتي ان انت الفرصه الوحيده للتاجيلات خلصت خلاص، اي فرصه ثانيه لتاجيلات اخرى مش موجوده، ولو حصل اي تاجيل ما اقدرش اوعد بقى بشهر 6 بعد كده يعني. يعني لو حصل تاجيل ثاني ما حدش يسالني بقى على شهر 6 دوت نهايه الدوري. صح كده؟ انا فهمت صح. تمام انا فهمت صح. طيب عايز اعرف بقى من حضرتك حقيقه فعلا تعرض الاسماعيلي لعقوبه الحرمان من القيد بدايه من شهر يناير القادم، هل الكلام ده مظبوط في قضيه نادي النجوم؟ انا يمكن ما حدش بلغني النهارده لان الموضوع ده خاص بشؤون اللاعبين. فبيبقى الخبر اليقين عند مدير الاتحاد واداره شؤون اللاعبين اللي هي معاه السيستم وهي اللي بتقوي في القيد، ان دلوقتي ما فيش قيد او القيد في يناير. فانا ما حدش اخطرني بالموضوع وقف القيد حتى يعني حتى هذه اللحظه، لان مش انا المختص بيه، دي اداره ثانيه شؤون اللاعبين. مفهوم. لا انا دايما بتكلم مع حضرتك كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره اكتر كمان من فكره المسابقات بس، فعشان كده بسالك على كل الامور. يعني انا يمكن ما بحبش احط مناخير كل حاجه. ما هو لا ما هو يعني لان احنا عاملين ملفات في اتحاد الكوره بس العقود مع اعضاء مع يعني شؤون اللاعبين خاصه يعني كده الحكام، يمكن هي دي اللي منفصله تماما، عشان كده رئيس الاتحاد بس هو اللي بينسق مع الراجل. والمنتخبات برضه نفس الوضع، في ناس مختصه بالموضوع المنتخبات. فبالتالي انا يعني لما بيجي لي المعلومه بتيجي في وقتها يعني. صحيح. لما بلاحظ بركز دايما مع المسابقات اللي هنا واللي في الخارج يعني. حتى مواعيد كاس العالم طبعا حفظتها عشان بقدر الامكان لما اجي العب وقت كاس العالم ارجوك خليت الايام الفاضيه وقت الراحات اللي بين الادوار عشان برضه الناس تستمتع بالكره المحليه والكره العالميه، ما احرمهاش كتير. ومواعيد حتى توقيت المباريات بشوف انه المباريات القويه وانه المباريات اللي اقل اهتمام للشعب المصري، هو فبحط التوقيت مثلا الساعه 5 انه بيلعبوا 12 و3 و6 و9 او بحط المباراه مثلا بتاعت يوم 23 كلها في توقيت واحد الساعه 5 عشان تبقى الناس عارفه انا عاملها كلها في توقيت واحد. صحيح. علشان ما يروحش منهم الا طايم واحد بس في كاس العالم في اليوم دوت. صحيح. لما نلعب 5 يخلص 7 فمباراة 12 هيتفرجوا عليها، مباراة الساعة 3 هيتفرجوا عليها تخلص 5 يخشوا على المباراة المحلية تخلص 7 يبقى مباراة 6 دي بس هي راح منهم تايم واحد. صحيح، بس ده خبر سعيد عشان الناس كانت قلقانة جدا من هذا الأمر يا كابتن عامر، أنت عارف. لا أنا مراعي التوقيتات والمواعيد والمباراة المهمة. هايل. وكل الأيام الفاضية اللي موجودة في كأس العالم. هايل جدا. كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.